هو اللقاء الندوة كلها النهاردة علشان بيشرحوا استخدام العملة الصينية بدل العملات الصعبة التانية اللي هي الدولار واليورو. الكلام ده طبعا لصالح الاقتصاد الصيني، انما بالنسبة لمصر في الاخر، طب ما انت عشان تفتح اعتماد او تشتري حاجة بالعملة بتاعتهم لازم تنزل تشتريها من السوق، لازم تلاقيها. ففي الاخر خالص هيحصل نفس الدورة بتاعت العملة الصعبة واليورو وهكذا. اذن عشان ينجح هذا الموضوع لازم الدولة اللي عايزة تعمله وتنجح العملة بتاعتها لازم تفضل تدي قروض وتغذي طول ما في عجز في ميزان التجارة بين الدولتين، لحد ما يوصل ان الميزان التجارة متساوي، سواء بقى من تصدير واستيراد، سواء من استثمار الخ، يبقى في الحالة دي مفيش، مش هيضخوا تاني، يبقى هتقدر زي ما انت بتصدر بتستورد فكده تمشي، ويبقى ده حاجة مثالي. انما طول ما عندك عجز في التجارة بيصل لسبعة مليار دولار كل سنة، استحالة هذا النظام يبقى لصالح مصر.